ارسمي شكل فينوس. اسمي صفوان. محمد. ايش بيك انت؟ ها معوق. زين انت ايش قد عمرك؟ عمري 13. دام مدرسة؟ ايه. يا صار؟ ثالث، من الثالث نجيت على رابع. نعم. زين سمعت انه انت تشتغل؟ ايه. بهاي الحالة تشتغل؟ ايه. ايش تشتغل؟ والله كلينيس، حفاظات وكفرات مع الموبايلات. نعم. زين سكن عندكم سكن؟ سكن لا والله. وين قاعدين؟ ها بحي النور. بحي النور. ايه. يعني ايجار؟ لا. ها لا ملك ولا يجي الخطية. والله رجال ابن حلال الله يرحم والديه قاعد انه ايه. زين انت وحدك معوق لو عندكم؟ لا عندي اختي معوقه. اختك؟ ايه. بيه مصر؟ ها مي انا برابع. برابع؟ ايه. نعم. زين ايش تطالبون؟ ايش تناجدون انتو؟ شنو اللي ما عندكم تريدون؟ والله اريد بيت، هذا اسمه ايدين ايدين ورجلين. زين ما عندكم راتب انتم معوقين؟ ها مبلا بس كل 6 أشهر هذا يقطعونها عنا، نوبة ينطون نوبة ما ينطون. اسمك؟ اسماء محمد. اسماء محمد. زينة انت شبيج اسماء؟ انا محوقة. ها؟ محوقة. محوقة. زين انت ليه ما صرت اسماء؟ ثالث نجحت على الرابع. ثالث نجحت على الرابع اعدادي مو؟ ايه. شقد عمرك انت؟ 9 سنين. يعني انت هسه ايش طالبين؟ والله اطالب ان شاء الله يصير عندنا بيت وطراف. كم أخ أنتم؟ عندي 3 أخوان و3 بنات. نعم. بس 2 أنتم معوقين؟ إيه. عربانة عندكم؟ بس عربانة واحدة، 2 قاعد بيها. عربانة يعني أنت وأخوك؟ إيه. يعني ستريدون عربانة أنتم؟ إيه. اليوم كما ترون هاي الحالات اللي تأتي إلى مشروع فرحة يتيم اللي هي عملية الأطراف أو سماعة للأذن، هاي ما توفر عندنا مشروع فرحة يتيم. إمكانيات مشروع فرحة يتيم محجمة لدينا، يعني أطلب من كل خير وكل شريف وغيور لأبناء مدينته وجلدته أن ينظر بعين الرأفة لهؤلاء الأطفال. زين هذه أمور زهور الورد، يعني هاي طفلة أطفال وتدرس، هذا الولد يعني عيل أبو ويدرس وبدون أطراف، وهذا الثالث يعني طفل ثالث بده يعني يحتاج لسماعة أذان. يعني هاي الإمكانيات ما عندنا إحنا ولا يعني كن، بس قامت يعني تجينا وما نقدر نسد الباب يعني بوجههم، بالعكس إحنا نستقبلهم. الإمكانيات اللي عندنا إحنا، التغذية أو الألبسة إحنا حاضرين لهم، الأطباء اللي عندنا، الإمكانيات المحدودة لهم إحنا حاضرين لهم، بس أما أطراف ما عندنا أطراف يعني، ولا عندنا أجهزة سماعات، هاي ما متوفرة عندنا يعني بصراحة، والأمر لكم.